يا أمة المليار، هذه مأرب، هذه ربى التاريخ، هذه يعرب، هذه سيوف النصر تقطر عزة، هذه العروبة خيلها المتوثب، والمورثات الفخر، والفعل الذي حتما به لإلى الثريا نذهب، بل أنها ذاق الشموخ حقيقة، وصف النفوس المؤمنات الأوب، وملاحم الأمجاد تجتاح المدى، وكذا الجهاد جهادنا المتسكب، وكتيبة الأحرار حين تخاذلت عن التحرر أمة، وكتائب شم الأنوف تراهم وبواسل، وثباتهم كالنائفات، وأصلبوا صدقوا الإله بما عليه تعاهدوا، وقدوا الرجال الباذلين النوب. يا مأرب الأبطال والعزم الذي أهدى الوجود مفاخرا لا تغرب. ماذا فعلت اليوم؟ كل بسالة ضاق المجوس بعزمها والأذنب. ماذا فعلت اليوم؟ حقا إنك للمعتدين مقابر تتأهب، وغدائباؤك يا عظيمة راية ومنارة فيها الثناء مراتب. الله أكبر، والقلوب جميعها تدعو الإله بأن يقيك نوائب. إني أرى التاريخ فيك مكررا، لما لنا دان الجميع ورحبوا، وأرى ثبات المسلمين بمؤتة، وأرى كمال الدين ذاك الأرحب. فامضي إلى نيل الفضائل والنهى، والمنجزات جميعنا يترقب. فلك الإله أراه بات مناصرا، ثم الوقوف لمملكتنا الأقرب، أرض الرسالة والقداسة والهدى، ومقر كل صميدع يتهيب. آل السعود مكانة وحصافة، ولمن لهم نصر العقيدة مذهب، ولمن لهم نصر العقيدة مذهب.